عقد صباح اليوم مصمم الأزياء حسين أدمو كمرا مؤتمرا صحفيا من أجل التحدث عن الأزياء الإفريقية وعرض مجموعة من الأزياء المحلية التي تستحوي الزوق النساء تقرير زميلة مريم عبد الرحيم عرضه لأجل الارتقاء في مجال الازياء والموضه على مستوى البلاد وتحقيق اهداف المصممين في هذا المجال ورؤيه مدى اهميه تصميم الازياء المحليه والافريقيه على المستوى العالمي والسعي للافضل في كيفيه صنع ودقه هذه الازياء من هنا جاء هذا المؤتمر الصحفي لعرض الازياء الافريقيه الذي افتتحه مصمم الأزياء حسين آدم كمرا الذي تحصل على جائزة إفريقيا لأفضل مصمم أزياء دورة 2017 في رنين والذي ذكر في حديثه إلى أن مجال عالم الأزياء يعد من المجالات التي من خلالها يمكن للمرأة أن تظهر بشكل جميل ولائق وعلى الموضة الخرجان الحسا اليوم قدمت له ده خرجان الوديت في مسا في المسابقة أنا تا كولكسيون دار يعني مش الخدمة أنا فن بس الخدمة أنا لباس كل في أن نسوف في بريتا بورتيلا ما ده خدمة أنا أنا نذكر إلى أن المصمم حسين آدمو كمرا أخذ جائزة أفضل مصمم أزياء في تشاد للعام 2016 بالإضافة إلى أنه ترأس لجنة تحكيم ملكة جمال تشاد في تلك الفترة إذا بهذا التقرير حول الأزياء في تشاد نصل إياكم إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية العربية التي قدمناها لكم من العاصمة أنجمينا نشكركم على طيب الانتباه والمتابعة حتى ألقاكم دمتم في أمان الله السلام عليكم